شخصيات عالمية باتت من الرموز المقتدى بها، وأخرى رسومات كرتونية تعرف بالمانجا سكنت مخيلة الشباب فجسدوها في واقعهم الملموس. سلاحهم قلم أسود وجدار أبيض يحمل رسومات متعددة تعبر عن مدى تأثر جيل اليوم بهذا النوع من الرسم. ديسان هذا ديسانيه بليزير ملي كنت صغير وانا ديسانيه ماشي غير زعما تاع بالليل او نهار. نشوف بزاف لي مونغا لي زانيم شغل كي نشوف يانتيريوني نحب نسيي نرسم ديك الحياه اللي كتكون في الجزائر هذيك. هذه الشخصيه اللي رسمتها يعني الشخصيه ديال لابيدي ديالي اللي كنصاوب فيها دابا سميتها ابطال الجزائر. جماعه تاع واحد الناس عندهم لي بوفوار زعما لازم غيجيو لهم واحد لي زيكستراتيغاس لازم زعما يدافعوا على الجزائر. الرسومات الجدارية وإن كانت واسعة الاكتساح في العالم الغربي إلا أنها في الجزائر عهدها قريب، اقتبسها الشباب الجزائري للتعبير عن واقعهم المعاش، لكن بات التقليد الأعمى هو السمة الأبرز. هي مليحة وماشي مليحة باسكو دوك نقول لك يعني عباد من كيبعث ميساج سا ديبون إذا ميساج فيه فايدة راني معاه، إذا ماشي ميساج ما فيه فايدة هذيك جياحة ما كان لا. جينيرالمون لي ديسينا في الحياة يديروا لي جرافيتي ما يديسينوش كيما حنا هكذا. كي تحلت علينا انترنت ولا تلفزيون عاد واش يشوفوا في الخارج عاد يجيبوه لهنا للجزائر سي نورمال. دونك جو بونس كو لا جينيس الجيريان اوجوردي عندها هاد لو سونتيمون دابارتونونس ا ليترانجي. هناك نقطة مفهومها يتجاوز معنى التقليد، وهو جهل الكثير من الشباب لبعض الرموز أو الكتابات الموجودة في الرسمة المجسدة. دونك حنا بشوية عندنا نمدو لهم الثقافة باش يتعلموا وحدهم يرسموا حاجات اللي تابعة لا كولتور ولي تراديسيون تاعنا تاع الجزائر. إلا كان ان ديسان نورمال ميكيات لي مونغا هادوما ما فيهش لي زانسين هادوما تاع لي زاتي وكامل نخليوهم، مي إلا بدا نشوفوه راح يميل هذيك الشيء نمنعوه. من الجميل أن يفجر الشاب طاقاته الإبداعية.